حارس مرمى الزوراء على قاطع: لن أترك النوارس وأتمنى الاعتزال معهم. هو أكيد حب الزوراء اللي يخليني متمسك بهذا كل سنة وكل موسم، أنه تجي عروض يعني أحس أنه ما توازي قيمة الزوراء مع احتراماته كل الفرق، أنه وما تقدر أنه هذا عمرك اللي قضيته بالزوراء تقدر أنه تروح تمثل نادي الآخر، أنه حتى أنه تمحي هويتك أنه الخاصة بك. طبعا هذا شيء خاص بي، طبعا هويتي زورائية، أنه انتمائي زورائي، فهذا الأساس اللي يخليني أنه دائما وجودي بالزوراء، أنه يبقى أنه الكلام الآخر أنه اللي أسمعه أنه يقول شنو على مثلا أنه ما يمثل غير نادي، ما يمثل غير نادي، هذا أنه طموحي أنه أبقى أبطل بالزوراء. عندي سنة أخيرة، السنة الحمد لله هاي كان أنه رغبة كابتن أيوب كابتن عماد أنه تواجدي يكون بالفريق، الحمد لله لو كان غير هذا أنه ما يرغبون تواجدي بالفريق كان أنه طلعت بغير فريق ثاني. يبقى الشيء الأساس أنه رغبة المدرب بقائي، بقيت الحمد لله وشكر، وهذا الموسم الأخير لي مع الزوراء، تبقى كل حاجة تحدي إذا انتهى الموسم إن شاء الله. تلقيت عروض عديدة؟ تلقيت تقريبا عرضين أو ثلاثة، بس الصراحة مع احتراماتي لهم لبيت رغبتهم بأنه يعني بالسؤال، ورديت السؤال وياهم، جاوبت وياهم، بس صراحة أنه ما قدرت أنه يعني أعوف الزوراء.